يسألوني من أنت؟ أنا ابن العراق، أنا لطيف يحيى ابن القادسية اللي جرعنا بيها الخمينيين وكل ملالي طهران السم. أنا ابن بغداد وابن البصرة وابن زاخو وابن الأنبار وديالة. أنا ابن العراق، أنا عراقي، ديني عراقي، مذهبي عراقي، أهلي العراقيين. لم ولن أكون ذيل لأي جهة مهما كانت. العراق بين أعيني، العراق أولاً.